السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلاميذ الخامس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في حل أسئلة اللغة الإنجليزية من التلفزيون التربوي الأسبوع الرابع عشر. هاي الأسئلة الخاصة باليونت 7، اليونت 7، الوحدة السابعة. هسه راح نقرأ ونحل الأسئلة. السؤال الأول يقول: read the following passage about Firas's big brother and then write true or false. يعني هاي قطعة تخص الأخ الكبير لفراس، واكتب false أو true، صح أو خطأ. My brother went to see our uncle and aunt. أخي ذهب لرؤية عمي وعمتي. They live in ناصرية. هم يعيشون في مدينة الناصرية. He went there by train. هو ذهب بالقطار. It was his first time on train and he loved it. هي أول مرة يروح بالقطار وأحب هذه الفكرة، يعني ركوب القطار. This train can go very fast and it is exciting. القطار كان جدا سريع، إضافة إلى أنه رائع وممتع. نجي على السؤال الأول، يقول فراس's big brother went to see his friend. الجواب خطأ، هو راح يشوف عمه وعمته وليس الجواب خطأ. نجي على السؤال الثاني، يقول their uncle and aunt live in Baghdad. لا، هم يعيشون في مدينة الناصرية. فراس's brother went there by train. الجواب true، نعم هو راح بالقطار. It was his the first time on a train. يعني هاي أول مرة يروح بالقطار. الجواب أيضا true. He didn't love it. لا، هو أحب هذه الفكرة. إذن false. نجي هنا، write the best tenses of this verb. يعني اكتب الفعل الماضي للكلمة للأفعال التالية. احنا is أو am، is أو am، أعزائي الطلبة خلوها ببالكم، is أو am إيش تاخذ؟ تاخذ was، تاخذ was، تاخذ was، تاخذ was، و are تاخذ were، هذا الماضي مالتها. زين، نجي على الكلمة الثانية، tell، الماضي مال tell هو told. هاي شاذة، حفظوهن ذني كلمات شاذات، أتمنى أن تحفظوهن. tell told، و take took، took صير. زين، make صير made، صير made. travel صير traveled، traveled يعني شنو؟ صير ترا و باعوا. سويت اني ضاعفت، بما انه الكلمة منتهى بحرف صحيح وقبل حرف علة واحد، اضاعف الحرف، اكرر الحرف الصحيح واضيف الاضافة الايدي. احرف العلة خل نكتبهن اي و او و يو و اي و اي، ذن خمس حروف علة، حفظوهن هن ذني أعزائي الطلبة دائما حروف العلة. قبلهن إذا حرف علة واحد تكررون الحرف الصحيح وضيفون إيدي. هاي بالنسبة للإضافة اللي بهاي الإضافة اللي ترابل بإضافة الإيدي. نجي على الجملة التمرين وراها، يقول write the following sentences using capital letter and punctuation marks. يعني اكتب الجملة التالية باستخدام الحروف الكبيرة وعلامات التنقيط. انتو قايل لكم احنا اول كلمة دائما ابدي بكابتل لتر، فماي ابدي بها كابتل لتر، فرفرت فرت، هوليداي واز ان جوردن. جوردن هي اسم دولة، فيبدي الجي كابتل رتر لازم جوردن. زين، واخلي نقطة لان منتهية بداية تبدي فاعل، فاخلي نقطة ما تبدي بعلامة لا بأداة السؤال ولا بفعل مساعد. complete the following by using the suitable word. يعني كمل الكلمات التالية
بالفراغات الكلام المناسب. احنا لازم نعرف معاني ذن الكلمات على مود نقدر نحل. اول شيء فيموس هي مشهور، معناها مشهور. فيموس معناها مشهور. فيموس معناها مشهور. عندي كلمة بريزنت معناها هدية، ووترفول يعني معناها شلال، وبوت معناها قارب، وكمل معناها جمل. نجي هسا احنا عرفنا المعاني ذا الكلمات، صار سهلات نقدر نختار وفق الشيء الصحيح. Last week we went to the، في نهاية الأسبوع احنا وين ذهبنا؟ لازم اختار مكان، فماكو غير عندي water full. I learned to row a فراغ. انا تعلمت to row، اجدف بمن؟ بالقارب. اجدف بالقارب boat. الجملة اللي وراها يقول هنا، راح اكتبها، يقول we went shopping in فراغ market. نحن ذهبنا الى شنو؟ سوق مشهور، famous. زين هنا أنا I rode on a camel. camel انا ركبت على الجمل مع ابي. I bought you this، انا اشتريت تلك الهدية، present لازم. Do you like it؟ هل هي تعجبك أو أحببتها؟ نجي على السؤال الوراء، نجي على السؤال الوراء، يقول find the mistake, circle them and write the sentence correctly. يعني أشر على الخطأ بدائرة، أنا راح أشر عليكم على الخطأ الموجود بالجملة وأعد كتابة الجملة مرة ثانية. الجملة الأولى I swam on، كلمة on، on يعني أنا أسبح وين؟ في البحر. فش يصير؟ يصير بهذه الصيغة، من أعيد كتابتها، تصير I swam in the sea. in the sea. زين نجي على الجملة الثانية، يقول I went on a plane، أنا ذهبت بالطائرة. الطائرة وأي شيء دائما إحنا نستخدم كلمة by يعني معناها بواسطة وليس on. فشو يصير؟ يصير I went، أنا ذهبت by plane، طائرة. الجملة اللي وراها شوفوا هنا، الجملة اللي وراها in summer it is very cold in بغداد، يعني في الصيف بغداد جدا باردة. الجواب خطأ، هي بغداد تصير بالعراق كله يصير حار بالصيف، فأغير أكتب it is very hot، أقول in summer it is very hot in بغداد. زين بغداد. نجي على الجملة اللي وراها، يقول we eat our picnic food on the ferry boat. هنا نشوفه بعد كلمة eat. eat من الأفعال الشاذة، ما تأخذ إيدي، يعني هذا الخطأ فنصححه. نقول we حصلكم إياه. نكتب الجملة مرة ثانية. we eat الصيغة هيجي بهذه الصيغة. our picnic food on the ferry
بورت. نجي الجملة اللي وراها راح اكتبها جوا الخامسة. I didn't take any photos because it was wind. يعني انا لم اخذ اي صورة بسبب الرياح. شوفوا هنا أنا كلمة wind دائما خلوها ببالكم اعزائي الطلبة، انه ال is وال was وال are وال am يا اما يجي بيها ing وراها يا اما يجي صفة. ما تجي الصفة هنا أنا من wind لازم اضيف why، ما تجي كلمة wind. زين يعني خلوها دائما هذه ببالكم، انه از او واز او ار هاي الافعال مساعده، اما تاتي الصفه يا اما يجي فعل بي اي ان جي. فاقول اي didnt اي didnt take any photos because it was windy. بهذه الصيغة ونخلي علامة استفهام. زين هذا بالنسبة لحل هذا السؤال. هنا أعزائي الطلبة انتهى درسنا لهذا اليوم، أتمنى عجبكم الدرس. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.